ناصر البدوي يحكينا عن المنتخب الوطني التونسي، فرضيات الترشح، فرضيات المنتخبات اللي باش نواجههم في الدور الثمن النهائي. تسويت اليوم تستنانا مباراة مهمة بالنسبة للمنتخب، لكن حاسمة في نهاية الأمر. المنتخب التونسي يزمو يخسر ستة بلاش باش الله لا يقدر، دونك ماهيش حاسمة بلوتو تعتبر حاسمة، كان نخسروا ستة بلاش عاد نروحوا خير. دونك مش نتعداو بإذن الله، نتعداو بقدرة ربي، عندنا إمكانية كبيرة. لكن حبيت نعطي الفرضيات اللي حد الآن ما زالت ماهيش واضحة، خاصة مجموعة الجزائر اللي المنتخب التونسي، وكان تعداو الأولاني الرفيق النجم مقابله الجزائر، ساحل العاج ساحل العاج وكوت ديفوار وغينيا الاستوائيه. هذوما احتمال مازالت البوله هذه مازالت فيها برشا غموض، وما نعرفوش شكون النجم. في صوره ما المنتخب التونسي يتعدى في المرتبه الثانيه نلعبوا ضد غينيا، المنافس نتاعنا باش يكون غينيا، وكان تعداو الثالثين في البول نتاعنا باش نلعبوا ضد نيجيريا، خاطر كانت فما احتمال نيجيريا ومصر تو في نهايه الامر، ولينا نلعبوا مع نيجيريا المنافس نتاعنا في المباراه. دونك عندنا يا الجزائر كوت ديفوار وغينيا الاستوائيه، هذا إذا كان ترشحنا الأولاني، يا إما غينيا إذا كان ترشحنا الثاني، يا إما نيجيريا إذا كان ترشحنا الثالث. زيد ثابت فماش موريتانيا فرضيا، موريتانيا الوحيدة اللي نجموا نرتاحوا كي نلقاو موريتانيا. موريتانيا مش داخلة في الجدول إن شاء الله في المباراة الجاية إن شاء الله نلقاوها، لكن حبيت نعطي زادة كيف كيف الاحتمال نتاع التشكيلة اللي تبدأ تلعب اليوم. نحكيوا على بن سعيد، نحكيوا على المثلوثي، العيفة، الطالبي، العابدي باش يكون على اليسار، الصخيري، العيدوني، بن سليمان. فما إمكانية كبيرة باش يكون يوسف المساكني، الجزيري والخاوي، هذه بريسك الأحداش اللي باش يبداو اليوم مع المنتخب. دونك يوسف باش يكون أساسي نورمالمون، ينجم يكون يبدا وبعد يخرجوا، ما نتصورش باش يبدا به، ينجم يبدا به المباراة، ما ينجمش يلعب يوسف، ما عندوش نتصور بعد الكورونا وقعد فترة كبيرة ما لعبش، ما نتصورش يوسف. خير تبدا به ولا تخليه يدخل دوزيميتون؟ كان جيت مدرب تبدا بيوسف ولا تخليه ورقة وسط الماتش؟ نجم نبدا به خاطر تو لونجو ينقص، تحب ولا تكره، ينجم يقسم الميتون. وكان جيت مدرب تحسب ناصر ولا تلعب باش تربح؟ أنا اليوم مثلا تخيرني ندخل في الريسك، لا فما وجود معناه. أنا اليوم خاطر البارح ما قالوا منذر الكبير قال ما نحبش ان نحسب وباش نلعب وباش نربح وكذا، اي لو كان تربح لي انا وتجيني من بعد انا الجزائر ولا الكوت ديفوار، جو بريفير نعمل الريزولتا اللي يخليني مثلا الثاني باش نلعب مع غينيا. هو تصديق لكلامك، لافونتاج اللي احنا اليوم ماتشنا الاخرين باش نعرفوا ديجا المجموعه النجم نتاعو بحذاء معاها، نجم يحسب، يلزم يحسب كي خامه في مصلحتي، نجم نشوف شكون الادفيرسير نتاعي اللي عندي انا شانس معاه ما بين الجزائر والكوت ديفوار من شيره وغينيا شيره اخرى والثالثه نيجيريا. نحاول نمشي لغينيا مباشرة وبعد نشوفوا زاد اش باش يجرى في الجزائر الكوت ديفوار، خاطر مش سير يترشحوا هما زوز، نجم واحد يطيح الاخر، دونك يطلع فريق اخر في المرتبه الثانيه. ما عادش عندي حظ سعيد لاخواننا الجزائريين اللي راهو برشا كلام كما قال بكري برهان، راهو في الاخر خاوه ونحبوا بعضنا ونحبوا الجزائر. حظ سعيد المنتخب الجزائري، خمسه نتاع العشيه ضد المنتخب الكوت ديفوار، حظ سعيد لتونس ضد غامبيا، الترشح باذن الله مضمون، ولكن ان شاء الله ترشح وشويه حظ في القرعه باش الباركور يسهل شويه.